السلام عليكم، انا الشاطبي عبد الله من مدينه جديده. عندي واحد المشكل مع جاري، تحرش بالبنت عندي. هذيك الساعه كانت في 2017، كان كيجي كيتقدم لعندها وكيجي كيدوي معها وداك الشيء، ولكن انا ما عارف، كنت حابو جاري ديال بصح جاري، هو كيتحرش بها. واحد المره هي دفلي على وجهه، قلت بغى يضربها، قلت لي عبد الحق مالك، شنو المشكل، شنو كاين؟ قالت لي راه كيقول لي هضره خايبه. قلت لها شنو كاين؟ جيت خرجت بلي خاصه بالهضره، تخاصمت انا وياه، ضربت انا وياه. جا المعلم الباترون ديالنا، فكنا الباترون في الليل ثاني، خرج وقف عند الباب بدا كيحك في الستر ديالو بحال هكا. قلت لي تما كاين شي مشكل؟ ما كاين باس. قال لي تما كتحفظ كانت تلعبك الزين، تخاصمنا معاه، فكونا الناس. وتلقى لينا بعصي فيهم سامر هو صاحبه اللي هو كان تو طرف تو في الموضوع. جيت للمريم وفكنا العساس، الله يجازيه بخير عبد الله العساس اللي فجيت للمريم وحيد من العصاي. الغد درت الشكايه للسيد وكيل جلاله الملك لمده شهر. عاد جاتني السيدة، حضرت في البيرو 64، تصنت لينا الضابط الشرطه وعيط لهم تا هما، تصنت لهم وقال لي صافي راه ما كاين حتى شي مشكل، دابا راه صافي، راه دخلتهم سوق راسهم، ما بقاش يهضروا بكم، ما كاين حتى شي حاجه. من بعد كنتفاجئ انا هذاك المدعو الاخر سعيد، انا كيجي يخرج وكيحيد بحال هكا، كيشد من الحجر ديالو كيوريه لينا وديما كيحيد سروالو وكيهاك ما تصور معدي. يا هذيك كنشوف تكرفصنا، درت الشكايه للسيده نائبه الوكيل جلاله الملك، طردتنا، قالت البنت سير بحال في راسك شي حاجه. هي هذيك جيت انايا درت شكايه جميع الجهات، جميع الجهات، ما كاينش اللي بغى يجاوبني الصراحه. الوحيد اللي تعاطف معايا وجاوبني هو المدير العام للامن الوطني والمدير مركز الابحاث القضائيه. جاتني كوفاكاسيون، جاتني استدعاء من الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، وسمعوا لنا الناس ديال الفرقه الوطنيه، تعاملوا معنا معامله مزيانه وتصنتوا لنا. وتجاو وكانوا عيطوا لذاك السيد اللي هو كتب المحضر. هي هذيك جيت في حالاتي بحال هكا. قلنا صافي راه ما كاين حتى شي مشكل. او ثاني هذاك السيد تعرض البنت عندي بالسلاح الابيض، قلنا ندبح امك، فهمتيني. ودرت شي كيس سيد وكيل جلاله الملك، وسيد وكيل جلاله الملك وقف معنا ودار لنا جلسه ودزنا في جلسه. انا كنتفاجئ، انا في حاضريش همايا في نهايه الحكم، انا واخذي البراءه، واخذي البراءه بحالكم، هما ما حاضرينش. هي اللي درت شكايه للسيد الرئيس النيابه العامه ديال الرباط، وجاوبني السيد الرئيس النيابه العامه وحيل الملف ديالنا على السيد وكيل العام ديال مدينه جديده. هي من بعد بحال هكايا سمعوها، انا جا الباترون ديالهم كيقول لي انا جارك وما عنديش معك حتى شي مشكل، احنا بغينا غير دابا هاد الناس هذول مشاتوا دخلوا للحبس ولا شي حاجه، راه غير خرجوا غينتقموا من البنت. هي اللي درت شكايه للسيد وكيل جلاله الملك، الله يجازيه بخير. والسيد وكيل جلاله الملك دار التقديم وحضروا عند النائب وكيل جلاله الملك، والسيد النائب وكيل جلاله الملك هددهم، قال لهم شوفوا ما فرقتش عليكم البنت راه قاصر، راه غندخلكم الحبس، الله يجازيه بخير وقف معنا. من بعد سيطوا لي الناس، انا ما بغيتش نتنازل لانه عامين هما مكرفسين علينا هاد الناس، عامين وما بغيتش نتنازل. جا واحد السيده من الطرف ديالهم كتقول بنتي شوفي غنقول لك كلمات، الا مشات الناس ما تنازلتيش والناس دخلوا الحبس راه غادي ندخل معك للصح. انا كندخل معك للصح، ولكن اللي كان طالبه الله يجازيهم بخير، هذوك الجمعيات الحقوقيه اللي كاينه في المغرب الله يجازيهم بخير، يوقفوا معنا، يشوفنا شي طبيب نفساني، يشوف بعد البنت لانه كانت كتبول بالليل وكتخاف من كيخلعوها، فهمتيني. وكنطالب وكناشدهم ان يساندونا بشي محامي، انا حنا عندنا محامي ماشي انا دايرين محامي، ولكن وبغينا يساندونا حتى في الجلسه نهار 17/9 انه يساندونا باش ما رضاش دير البنت يضيع على الحق ديالها، فهمتيني. الناس تكرفصوا علينا بزاف، وانا كنشكر كاع الناس اللي وقفوا معانا المسؤولين، انا ما غاديش فهمتيني، انا باقي عندي الثقه في العداله، وعندي الثقه في الناس المسؤولين كبار في الدوله، وعندي الثقه انا الحمد لله باقي الخير وباقي الناس مزيانين، وكان ديما كيتكلموا باقي الحمد لله الخير كاين، انا كنت فائل بين الخير كاين في البلاد. وانا كنطالب هو القانون، انا بغيت القانون، ما بغيتش تنازل، انا رافض التنازل دابا حاليا، ما كنرفض التنازل رغم التهديدات ورغم التهديد بالتنازل، رغم هذاك كيلعبونا على الاعصاب ديالنا يوميا، كيلعبونا على الاعصاب ديالنا بالتهديدات، ولكن احنا صابرين
حتى النهار 17 شهر تسعود كان طالب الجمعيات الله يجازيهم بخير وكاع الناس اللي وقفوا معنا وكاع الناس اللي هما المغاربه كان طالبهم يوقفوا معنا في هذه القضيه الله يخليكم.